إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ درسنا، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نجاوب على الأسئلة والفتاوى. إذا كان أي أخ والإخوة يعني عنده سؤال أو عنده فتوى ويريد أن يتلقى الإجابة عليها، فبمشيئة الله بعد الدرس نحاول أن يوجد سؤاله أو يحضر الفتوى، وبعد ذلك نجيب عليه إن شاء الله. لعلكم تذكرون أننا تحدثنا في الجمعتين الماضيتين عن موضوع من أهم موضوعات تزكية النفس، تزكية للنفس. التزكية في القرآن الكريم لها أمر، التزكية بمعنى أن الإنسان يطهر نفسه، ينقي نفسه. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن هذا هو يعني نستطيع أن نطلق عليه المنهج النبوي أو المنهج الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة، وينبغي أن نسير نحن على هذا المنهج التربوي لكي نزكي أنفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هو الذي يعني خد يعني ركز في الآيات، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما مهمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتلو عليهم آياته، يرحمكم الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته بمعنى يقرأ عليهم القرآن، وهم يقرؤون القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت، كثرة قراءة القرآن كما نصنع نحن بعد صلاة المغرب بفضل من الله سبحانه وتعالى كل يوم، نحن نقرأ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان كلما قرأ القرآن، يعني نحن في البداية سبحان الله كان في بعض الناس يتلعثم أو عنده مشقة في قراءة القرآن الكريم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرات الكرام البرة. يعني الذي يقرأ القرآن وعنده مهارة في القراءة فهو مع السفر الكرام البرة، يعني مع الملائكة. أما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني عنده تعتع وعنده مشقة في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إيه؟ له أجران، يعني ليس أجرا واحدا، على أساس أنه لا يستحي أنه يقرأ. ليس هناك مشكلة أن يخطئ الإنسان، يعني لا حرج، لا حرج أن الإنسان يقرأ ويخطئ، أحسن من أن لا يقرأ، صح ولا لا؟ في ناس تستحي أنها لا تقرأ، ربما هذا لن يقرأ، يعني لن يقرأ بتاتا. إنما الإنسان حينما لا يستحي من القراءة أمام الآخرين يرفع الحرج في هذا الأمر ويقرأ حتى ولو أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أجران. لماذا له أجران؟ يعني تشجيع له وتحفيز له، أجر على القراءة وأجر على الإيه؟ على المشقة التي يجدها. القراءة اللي هي فيها خطأ ليس هناك، يعني حتى الإنسان لو قرأ بمفرده في البيت مثلا وأخطأ في القراءة، في بعض الناس يتحرج ويقول لك: والله أنا لا أريد أن أقرأ فربما أخطئ، فتكون هناك إيه؟ تكون هناك مشكلة، أو يظن أنه إيه؟ يأثم بهذا، يعاقب على هذا. لا، القراءة التعبدية شيء والقراءة التعليمية شيء آخر. يعني إيه يعني القراءة التعبدية؟ القراءة التعبدية أن يقرأ الإنسان القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني هو القراءة عنده ضعيفة أو القراءة عليه شاقة، هو يريد أن يقرأ صفحة صفحتين، حزب حزبين، يقرأ ما تيسر له. هو لم يتلقى القرآن الكريم في الصغر مثلا، أو لم يتعلم على يد المشايخ والفقهاء أو العلماء، إنما علم أن كل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى له به حسنة، والله سبحانه وله به عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه وميم حرف، يعني كل حرف عشر حسنات. يعني حينما يقول الإنسان ألف لام ميم فله ثلاثين حسنة،
فهو علم هذا الأمر وعلم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. فهو حينما يتلو كتاب الله فهو في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، فهو علم هذه الأمور وأراد أن يقرأ، لكن ليست عنده أساسيات القراءة أو عنده خطأ في القراءة، سواء خطأ في التشكيل أو خطأ في التجويد. خطأ في التشكيل يعني خطأ مثلا في اللغة العربية، ممكن يكسر حرفا منصوبا أو ينصب حرفا مجرورا، هذا اسمه خطأ لغوي يعني من ناحية اللغة. وممكن مثلا بدل ما يفخم يرقق، بدل ما يضغم يظهر، بدل ما يظهر يقلب، فهذا اسمه خطأ إيه؟ خطأ تجويدي، يعني عنده أخطاء سواء في اللغة أو في ناحية التجويد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حرج، طالما أنه إيه؟ أنه عنده نية القراءة ونية التعلم، اسمها قراءة تعبدية، يقرأ لنفسه. لكن ليس هناك مشكلة. متى تكون هناك مشكلة؟ حينما يعلم، هذه بتسمى بالقراءة الإيه؟ التعليمي، لا يعلم غيره خطأ، لأن طبعا التعليم لابد أن يكون على إيه؟ على صواب، لأن القرآن الكريم ليس فيه إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءة إيه؟ اتبع قراءة جبريل، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي للإنسان إذا ما أقرأ غيره أن يقرأ قراءة إيه؟ قراءة صحيحة. يبقى إذن إذا كانت القراءة تعبدية فليس هناك حرج إذا أخطأ إليه الإنسان، بل بالعكس له أجران، طالما أنه ولكن ليس معنى هذا أنه إيه؟ يكتفي بقراءته، بل أنه يطلب العلم، يجلس مثلا في أمثال هذه المجالس القرآنية حتى يزداد من الناحية الإيمانية. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. كلما تولي عليه القرآن الكريم وكلما قرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يزداد من الناحية الإيمانية، هذا هو معنى التزكية. لأن الله سبحانه وتعالى قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم يعني ينميهم. كلمة الزكاة معناها النماء. حتى في تعريف الزكاة في اللغة العربية، في تعريف حتى الزكاة اللي هي زكاة المال، يعني يقول لك الزكاة لغة هي النماء، بمعنى أن الإنسان حينما يزكي ماله فإنه يعرضه للإيه؟ للنمو والنماء، وأن الله سبحانه وتعالى يخلف إيه؟ عليه. أما الزكاة من الناحية الشرعية أو من الناحية الاصطلاحية، يقول الفقهاء بأنها مال معلوم يخرج من مال معلوم لأناس معلومين. يعني مال معلوم يعني حوالي مثلا على اللي هو المقدار الزكاة أو المقدار الذي يخرج من الزكاة، ممكن يكون العشر 10%، ممكن يكون نصف العشر 5%، ممكن يكون ربع العشر 2.5%، من الممكن أن يكون الخمس اللي هو في 20% في بعض الزكوات. يعني يخرج من مال معلوم اللي هو المال الذي بلغ النصاب، سواء كان ذهب وفضة، سواء كان عروض تجارة، سواء كان بقر وأنعام، سواء كان زروع وثمار، إلى آخر هذه الأنواع من الايه من الأموال التي تؤدى فيها الزكاة لأناس معلومين، لما المستحقين للايه للزكاة اللي هم الأصناف الثمانية الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه. الشاهد في الكلام هو كلمة الزكاة معناها النماء. فهذا في المال أن الإنسان ينمي ماله حينما يؤدي الزكاة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه إيه؟ شره. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، يعني لأن الإنسان لو لم يؤدي زكاة ماله بيعرض نفسه للشر وللتلف في المال، وأن يصيبه الله سبحانه وتعالى بالمصائب لأنه لم يؤدي في المال ليه الزكاة. وهذا واضح في حتى في قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب ليه الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف علي طائف من ربك وهم نائمون. يعني هم أقسموا لن يخرجوا حق الفقراء والمساكين في 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 الزروع والثمار التي عندهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني أرسل الله سبحانه وتعالى على أموالهم نارا فأحرقتها وهم إيه وهم نيام. يعني وبعدين في آخر هذه الآية تقول الله سبحانه وتعالى كذلك العذاب، يعني مثل هذا العذاب يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يمنع زكاة ماله، إضافة إلى العذاب في الآخرة. ولعذاب الآخرة إيه؟ أكبر لو كانوا يعلمون. في سورة القلم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا إيه؟ لو كانوا يعلمون.
هذا في ناحية المال، لكن من ناحية التزكية في النفس، أن الإنسان ينمي نفسه ويطهرها وينقيها من المعاصي ومن السيئات ومن الأمراض القلبية اللي زي الغل والحقد والحسد والضغينة وكراهية الآخرين والعمل بالسيئات والعمل بالمعاصي، يبتعد عن هذه الأمور ويعمل بطاعة الله وتكون علاقته بالناس علاقة إيه؟ علاقة جيدة. هذا اسمه ليه؟ التزكية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم التربوي والدعوي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من أهم الآيات التي تتحدث عن التزكية في القرآن الكريم في سورة الشمس، يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه؟ من زكاها من دسها. قد أفلح من زكاها، يعني تحقق فلاح ونجاح هذا الإنسان الذي يعمل على تزكية نفسه، وخاب وخسر الذي لا يعمل على تزكية نفسه. قد أفلح من زكاها يعني تزكية للنفس، وخاب وخسر من دسها، يعني دس نفسه بمعنى أنه غطاها بالسيئات وغطاها بالمعاصي وغطاها بال... يعني واحد يقول لك أنا الدس معناه في اللغة إخفاء الشيء، يقول لك دسه يعني أخفاه، صح ولا لا؟ يقول لك والله دس الورق أو دس المال يعني أخفى. فالذي دس نفسه يعني أخفى نفسه بالذنوب والمعاصي والأمراض القلبية، ولم يعمل على تنقيتها ولم يعمل على إيه؟ على تطهيرها. فهذا إنسان خائب وخسر، وإنسان بليد، وإنسان عاجز، وإنسان غير فطن وغير ذكي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيّن أن الإنسان الذكي والفطن هو الذي يعمل لمستقبله، سواء كان مستقبله في الدنيا أو مستقبله في الآخرة في الحياة الحقيقية. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له يا رسول الله من الأكياس، يعني من الأذكياء، من الفطناء؟ فقال الأكياس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعداد، يعني الناس الذين يكسرون من ذكر الموت ويحسنون الاستعداد لما بعد الايه؟ لما بعد الموت. طب ما هي الاشياء التي تجعل الانسان يزكي نفسه؟ من اهم الامور التي تجعل الانسان يزكي نفسه، او من اهم العوامل التي تؤدي الى تزكية النفس، ان يحاسب الانسان نفسه وان يجاهدها. يحاسب الانسان نفسه، يعني اذا ما وجد نفسه قصر في طاعة يحاسب نفسه، يعني يقول لك لماذا انا قصرت في هذا الامر؟ لماذا أكل حق غيري مثلا، أو لماذا أفعل كذا أو كذا، أو لماذا لا أتي إلى صلاة الجماعة، لماذا يعني ده هو دائما يحاسب نفسه. هو عارف أصل الحلال بين والحرام بين، صح ولا لا؟ يعني أمور الحلال، شوف الإنسان طالما أنه يأتي ويستفتي في مسألة ما، يبقى معنى ذلك أنه يعرف الحلال من الحرام، ولكن عنده شك في أمر ما فيريد أنه إيه؟ يزيل هذا الشك. فلكن الحلال بي، يعني مثلا هل ستجد واحد يقول لك مثلا أن الخمر حلال، صح ولا لا؟ لن يقول. هل ستجد واحد يقول لك يا عم كل لحم خنزير ما فيش مشكلة لما تلاقيه في السوبر ماركت تشتريه الخنزير حلال؟ هل ستجد واحد يقول هذا الكلام؟ لا. يعني من المؤكد أنه لو قال هذا الكلام ستتهمه بالإيه؟ ستتهمه بالجنون، لأن ده حرام إيه؟ حرام بين وحرام واضح. لو تجد واحد مثلا يقول لك لا تأكل مثلا إيه؟ التفاح لأن التفاح حرام، ما لن يقول هذا الكلام، لأن ده من الحلال الايه البين. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ايه ما رزقناكم. فإذا ما فيش مثلا واحد هيقول لك لا أصل لا تذهب إلى الصلاة في المسجد لأن الصلاة في المسجد ربما يكون فيها اسم لأنك ستتقابل مع فلان أو مع فلان فربما يحدث كذا وكذا، يعني ده إنسان يكون غير عاقل. فده معروف الحلال البين والحرام الايه والحرام البين. إنما ما المشكلة؟ المشكلة أن الإنسان يعرف الحلال ويعرف الطاعات ومع ذلك يتكاسل عن القيام بها، ويعرف أن هذه معصية اللي هو التقصير في طاعة الله ومع ذلك يقوم بهذه المعاصي ويقوم بهذه السيئات. مش شرط أنه هو معاصي وسيئات كما قلت أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو كذا أو كذا، لا، من الممكن أن تكون المعاصي والسيئات التفريط في الطاعة، في طاعة الله سبحانه وتعالى، نوع من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يحتاج فقط أن هو إيه؟ يجلس في أمثال هذه المجالس الإيمانية حتى يزداد إيمانه، يشحن نفسه.
عارف البطاريه بتاعت التليفون لما بتنتهي انت كده لازم ايه؟ لازم تشحنه، صح ولا لا؟ تضعه في الضوء عشان ينشحن. كذلك الامر في السياره، انت السياره حينما تسير بها لابد ان تضع لها البنزين حتى تسير. فكذلك الانسان سبحان الله يحتاج دائما الى ان يشحن نفسه بالايمان، لان الايمان يزيد وينقص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، يعني هم اصلا مؤمنين بس نحن نحتاج الى زياده الايه؟ نحتاج الى زياده الايمان. فلو الانسان وجد من نفسه تقصير يحاسب نفسه، افضل الاوقات لمحاسبه النفس كما نصحت قبل ذلك هو الوقت الذي يسبق النوم، لان ده وقت سبحان الله الانسان بيخلط فيه للنوم وبيفتكر، يقول والله انا عملت كذا وكذا في 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 اليوم، الحمد لله يعني فعلت كذا وكذا من الطاعات ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها مني، ولكن قصرت في كذا وكذا، ان شاء الله احاول ان انا ايه اتدارك هذه الامور التي قصرت فيها، في الايام المقبله لن اقصر. الحمد لله اكرمني الله اليوم بصلاه الايه العشاء في جماعه، غدا ان شاء الله ربنا نسال الله سبحانه وتعالى انه يكرمني اصلي مثلا المغرب والعشاء في جماعه. اليوم ربنا اكرمني بصلاه مثلا الفجر في جماعه، ان شاء الله غدا ربنا يكرمني نصلي الفجر في جماعه ونصلي المغرب ونصلي العشاء ونجلس مع الاخوه مثلا نقرا قران. يبقى ايه؟ يبقى دايما يحاسب نفسه ويريد ان هو يقدم نفسه للايه؟ للنام. طب والله اقول لك والله انا لم اذهب اليوم لصلاه العشاء، لماذا؟ انا ما كان عندي وقت. انا ايه اللي خلاني اجلس امام التلفزيون واتكاسل؟ انا ايه مثلا اللي خلاني اجلس مع الاخوه مثلا مع اصدقائي ربما مثلا في المقهى ولا في البار ولا في شيء وجلس ساعات طويله، وبعدين لما جه وقت صلاه المغرب هم ما زالوا مثلا يتحدثون في امر ما. انت عارف مثلا حينما تجلس مع الاصحاب والاصدقاء، هذا ياتي بكلمه وهذا ياتي بحديث بكلام وهذا ياتي بقصه وهذا ياتي بما حدث له في فرنسا وهذا ياتي بما حدث له في المانيا وهذا ياتي بما حدث له في المغرب وهذا ياتي بما حدث له في كذا وفي كذا. فالاحاديث تتشعب والشيطان يجعل الحديث حلوا، وتجلس بالساعات الطوال. أتى صلاة المغرب، طب يا عم ما فيش مشكلة، طيب نصلي المغرب مع الايه؟ مع العشاء. وبعدين أتى صلاة العشاء وما زال الحديث وما زال كذا وما زال كذا، الساعة الثامنة والنصف ومر اليوم ولم يأتي إلى صلاة المغرب ولا إلى صلاة الايه؟ العشاء. هذه مشكلة. عارف هذا الإنسان مثلا لو لم يأخذ من بيته مثلا من بعد صلاة العصر مثلا بيشتاق، خلاص يقول لك والله وقت صلاة المغرب مثلا مع الساعة السابعة، يبقى سيخرج من بيتي مثلا مع الساعة السابعة أو السابعة العشرة، يقول لك أنا لم أخرج من البيت الآن، أخرج إلى ليه؟ إلى المسجد. لكن واحد سبحان الله طول اليوم على البار هذا، على المقهى هذا، وهو خلاص طول اليوم خارج البيت، حتى لما يأتي وقت صلاة المغرب يقول لك يا أنا تعطلت عن ليه؟ عن البيت، فيروح البيت ولا يأتي إلى ليه؟ ما وصل طول اليوم في الخارج. فبالتالي حينما يذهب إلى البيت هو أصلاً ذهب إلى البيت ما وجد الزوجة ووجد الأولاد، فخلاص جلس. أنا كنت طول اليوم خارج البيت، فخلاص يجلس مع إيه؟ مع الأولاد ولا يأتي إلى إلى المسجد. فطالما ليست عندك ليس عندك شيء مثلاً خارج البيت أو دائم الجلوس مثلاً مع الأصحاب والأصدقاء الذين لن يعينوك على طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل وقيل له يا رسول الله من نجاه، ده حديث مهم وخاصة للإخوة اللي عايشين في إيطاليا أو عايشين في أوروبا عامة، يعني حديث مهم جدا. لما سئل وقيل له يا رسول الله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك إيه؟ بيتك. خليك في بيتك يا عم الحج، وليسعك إيه؟ وليسعك بيتك. بيتك لماذا بيتك؟ أولا بيتك هنا في إيطاليا معناه أنك أنت بتكون في البيت على الأقل بتشوف، أو يعني لما تكون في العمل طول اليوم أو في طول الأسبوع ويكون عندك الوقت متاح في, 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 في يوم ما أن تجلس في بيتك على الأقل في مؤانسة للزوجة اللي أنت طول الأسبوع سايبها في البيت، في مراعاة وتربية للأولاد، أنك أنت الأولاد ربما يكبروا دون أن تشعر، وبالتالي تلوم نفسك حينما يخرجون عن إيه؟ عن طاعتك. فبالتالي حينما تكون في البيت معهم أنت تربي هذا، تعلم هذا، تصلي معه في جماعة، تجعله يصلي بك في جماعة بحيث أنك أنت تعلمه وتدربه، تقول له لا يا بني افعل كذا ما تفعلش كذا،
قول هكذا، ما تقولش هكذا، حينما تأكل في آداب للأكل، حينما تفعل كذا في كذا. يقول لك والله أنا تعلمت في المدرسة كذا، تقول له لا أنت تعلمت في المدرسة، بس إحنا عندنا ابن كمسلمين في شعائر معينة وآداب معينة صح ولا لا؟ هو ربما حينما يأكل في مثلا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في البيت خاصه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربما حينما يأكل في المدرسة ربما إذا أكل باليسار أو بالشمال أو أكل باليمين ليس هناك إيه؟ ليس هناك مشكلة. ممكن يأكل في المدرسة يأكل من هنا يأكل من هنا، فتعلمه أنه يأكل من أمامي، يأكل بيميني، يسمي الله. حينما يصلي معك في البيت ربما حينما يكون في المدرسة ربما لا يصلي، ربما، لكن حينما يكون في البيت ربما يصلي معك. حينما يركع تقول له يا ابني حينما تركع، ربما انت عارف الاولاد ربما يكونوا مثلا لابسين مثلا ملابس يعني قصيره مثلا شويه مثلا في القميص ولا في التيشيرت اللي هو الذي يلبسه فوق السروال، فحينما يركع مثلا او حينما يسجد يظهر ايه؟ يظهر جزء من ايه؟ من ظهره، صح ولا لا؟ كثير من الاولاد هكذا. فربما يقبر على هذا الامر ويظن ان هذا الامر جائز، لكن من الذي يعلمه؟ أبوه يقول له لا يا ابني، لازم المنطقة دي تكون إيه؟ تكون مغطاة لأنها عورة، والعورة شرط من ستر العورة شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. يعني في حاجة اسمها شروط صحة، أي نعم هي ليست ركن من أركان الصلاة، في أشياء اسمها شروط صحة الصلاة. يعني إيه شروط صحة الصلاة؟ يعني الأشياء التي لابد وأن تتوفر حتى تكون الصلاة إيه؟ صحيحة، زي دخول الوقت، زي الطهارة، الإنسان يكون إيه طاهر، الاستقبال لاستقبال القبلة، ستر العورة كده يعني. فدي اسمها شروط صحة الصلاة. يعني ما ينفعش إنك أنت تصلي الصلاة قبل وقتها، ما ينفعش إنك أنت تصلي وأنت غير طاهر، ما ينفعش تصلي وأنت غير مستور الإيه مستور العورة. طب ما أنت حينما تركع هكذا ويظهر جزء من الإيه من الظهر، فبالتالي لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الإيه إلى الركب، ما بين السرة هنا في البطن، سواء من 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 سواء من الأمام أو من الإيه من الخلف، كل هذه المنطقة تسمى بعورة، من السرة إلى الإيه إلى الركبة. فلو ظهر جزء منها في، لأن أحيانا برضو من على سبيل المثال أحيانا حينما تركع كما قلت يظهر جزء من الظهر، أو يكون لابس مثلا سروال صغير ما أعرفش بيسمى بإيه اللي هو الشورت هكذا، حينما يركع أو يسجد برضو يرتفع للإيه؟ يرتفع للأعلى. فالعورة إما أن تظهر من ناحية الظهر أو من ناحية الإيه؟ الركبة، الفخذ، يظهر جزء من الإيه؟ من الفخذ. وهذا ربما لا تجدوه في الأبناء، ربما حتى تجدوه في الآباء، ربما بعض الآباء يصلي أمام أولاده هكذا فينشؤون على هذا الإيه؟ ينشؤون على هذا الأمر، ويظنون ان هذا هو الايه ان هذا هو هذه الملابس الصحيحه في الايه في الصلاه. فانت حينما تكون في البيت تعلمهم هكذا، يعني ما عشان كده الرسول قال لك وليسعك ايه، مش معنى وليسعك بيتك انك انت قاعد في البيت مكتوم لا تتحدث، لا، انت جالس بتوجه تعلم هذا تربي هذا تتكلم مع هذا تتحاور، لان الحوار مع الابناء من اهم الامور التي تؤدي الى الايه الى التربيه. تتحدث مع الزوجه، ان حتى الحديث مع الزوجه يؤانسها وهكذا، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يفعله. ده كان الرسول يجلس ويتحدث مع السيده عائشه، يتحدث مع السيده ام سلمة، يتحدث مع السيده حفصه وهكذا. فمعنى ذلك ان وليسعك بيتك، بحيث انك انت اولا بتكون في مأمن من الفتن التي خارج البيت، حينما يحضر وقت الصلاة وعندك الوقت تأتي إلى بيت الله، تجلس مع زوجتك، تجلس مع أولادك وإيه وهكذا. دي كلها أمور إيه؟ أمور تربوية تؤدي إلى تزكية النفس وإلى تزكية الإيه وإلى تزكية الأسرة. هنكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لو في أي سؤال بمشيئة الله سبحانه وتعالى نجيب عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.